السياحة والصناعة التقليدية ومديرية التكوين والتكوين والتعليم المهنيين في هذا الشأن. التوصية المتعلقة بتشديد الرقابة على مركبات سياحية لا تحترم المعايير البيئية فيما يخص تفريغ القنوات الصحي. تم تنظيم في هذا الشأن خراجات ميدانية مست جل المركبات السياحية أيام 15/6/2023 18/6/2023 19 جوان 2023 20 جوان 22 جوان مست جل المركبات السياحية. تكثيف إشارات التوجيهية حتى يتسنى للمصطافين معرفة الوجهة. قامت القطاع الأشغال العمومية التكفل بهذه التوصية من خلال تنصيب الإشارات التوجيهية على مستوى الطرق المؤدية للشواطئ. تنظيم المؤهلات واحترام المعايير العالمية في إنشائها. قام القطاع بمراسلة المدراء الفرعيين ورؤساء البلديات مطالبين فيها بضرورة تطبيق ما جاء في القانون رقم 05499 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2007 يحدد كيفية المبادرة بدراسة تحديد مواقع المؤهلات وأماكن وضعها. التوصية المتعلقة بتفعيل مشروع محطات الحافلات لكل من دائرة حمارة عين تيموشن. تم في هذا الشأن إنجاز الدراسات الخاصة بمحطة برية ببلدية حمام وحجر وأربع محطات حضرية بكل من بلديات عين تيموشن بني صف العملية شعبة الحم. استلمت دراسات 2016 وبالنظر لتجميد العملية من طرف الوزارة المالية لم تتمكن من تسجيل عملية إنجازها، وما زالت المديرية تسعى من خلال عدة مراسلات لرفع التجميد عنها. تخصيص غلاف مالي إضافي لعملية تنظيم الشواطئ ورفع القمامة مع المستثمر. التوصية المتعلقة بضرورة إصلاح قناة الصرف الصحي الموجودة بشاطئ مدريد والتي تصب مباشرة في الطريق الوحيد المؤدي إلى واجهة البحر، بحكم أن القرية لا تتوفر على شبكة التطهير بل تحتوي على مجرد حفر صحية خاصة ملك لأصحاب السكنات أو الفنادق، وبعضهم يتفادى تخريبها بسبب دفع الأعباء المتعلقة بهذه الأشغال، ما جعل هذه الحفر تتسبب في تسربات في الشارع. التوصية المتعلقة بإصدار تعليم لفائدة مسيري المركبات السياحية من أجل تكوين وإعادة تأهيل الموظفين على أن يتم هذا التكوين على مستوى عملهم. تم بين مديرية السياحة والصناعة التقليدية ومديرية التكوين والتكوين والتعليم المهنيين في هذا الشأن. التوصية المتعلقة بتشديد الرقابة على مركبات سياحية لا تحترم المعايير البيئية فيما يخص تفريغ القنوات الصحي. تم تنظيم في هذا الشأن خراجات ميدانية مست جل المركبات السياحية أيام 15/6/2023 18/6/2023 19 جوان 2023 20 جوان 22 جوان مست جل المركبات السياحية. تكثيف إشارات التوجيهية حتى يتسنى للمصطافين معرفة الوجهة. قامت القطاع الأشغال العمومية التكفل بهذه التوصية من خلال تنصيب الإشارات التوجيهية على مستوى الطرق المؤدية للشواطئ. تنظيم المؤهلات واحترام المعايير العالمية في إنشائها. قام القطاع بمراسلة المدراء الفرعيين ورؤساء البلديات مطالبين فيها بضرورة تطبيق ما جاء في القانون رقم 05499 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 2007 يحدد كيفية المبادرة بدراسة تحديد مواقع المؤهلات وأماكن وضعها. التوصية المتعلقة بتفعيل مشروع محطات الحافلات لكل من دائرة حمارة عين تيموشن. تم في هذا الشأن إنجاز الدراسات الخاصة بمحطة برية ببلدية حمام وحجر وأربع محطات حضرية بكل من بلديات عين تيموشن بني صف العملية شعبة الحم. استلمت دراسات 2016 وبالنظر لتجميد العملية من طرف الوزارة المالية لم تتمكن من تسجيل عملية إنجازها، وما زالت المديرية تسعى من خلال عدة مراسلات لرفع التجميد عنها. تخصيص غلاف مالي إضافي لعملية تنظيم الشواطئ ورفع القمامة البشرية لنظافة الشواطئ الولائية بتكثيف الدوريات لرفع القمامة. يتم العمل على تنفيذ هذه التعليمة من خلال التنويه بها سواء من خلال اللوحات الإشهارية أو من خلال الحصص الإذاعية. التوصية المتعلقة بالقضاء على النقاط السوداء المتعلقة بتدفق المياه القذرة بالشواطئ وتحويلها عن طريق إنجاز مصبات بعيدة عنها، مع ضرورة القيام بتحاليل بيولوجية دورية لمراقبة نوعية مياه الشواطئ.
يوجد مصبين، المصب الواقع بشاطئ البئر جهة فندق أكواريوم ببلدية بنصر سيتم القضاء عليه مباشرة بدخول محطة الرفع المنجزة حيز الاستغلال، وكذا المصب الواقع بشاطئ سيدي بوسي ببلدية بنصر مسه التجويد. التوصية المتعلقة بالاهتمام بالفضاءات الغابية وتهيئتها لجذب المستعفين من هواة السياحة الغابية على غرار غابة مدريد والسيد علي الشريف بشنتوف، وهذا بإنجاز مرافق خدماتية متمثلة في حدائق تسلية، مسابح، مطاعم وكذا مقاهي بمواصفات تحفظ الخصوصيات الطبيعية للمحيط الغابي. تهيئة الفضاءات الغابية بطبيعة الحال خاضع لعملية تصنيف كغابات الاستجمام طبقا لإحكام المرسوم التنفيذي 6368 المحدد للنظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام، وهي حاليا مجمدة، ولكن بإمكان الجماعات المحلية تهيئة هذه المساحات والفضاءات ضمن مختلف برامج التهيئة بوضع كراسي والإنارة ومختلف المرافق الضرورية لراحة الوافدين دون المساس بالطبيعة الغابية في ذلك. فيما يخص تشجيع الاستثمار الخاص بي، والذي لاحظناه أن هذه المحطة في وضعية مهترئة وتستوجب عناية لائقة، في انتظار دفتر الشروط الذي يعد من طرف مصالح بلدية حكم بوحجر للمرافقة والتثمين. المداولة رقم 26 المتعلقة بالمسابقة على التوصيات الواردة في تقرير لجنة الفلاحة والغابات والصيد البحري حول تقييم عملية الحصاد والدس لسنة 2022.